أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أخلص في طلب العلم؟ وهل إذا حفظت متنا ثم نسيته هل هذا يدل على عدم الإخلاص؟ لا، هذا يدل على الإهمال. يكون الإنسان مخلصا لطلب العلم ثم ينشغل وينسى، هذا يدل على الإهمال وعلى. وأما كيف تكون مخلصا في طلب العلم، هذا راجع لك أنت. أحسن النية والقصد لطلب العلم، واستعن بالله واسأله أن يوفقك للإخلاص وصلاح النية. نعم.